السلام عليكم وأهلا بكم. حذرت منظمات دولية من موجة جديدة لوباء الكوليرا تجتاح اليمن خلال الأيام المقبلة، وقد تودي بحياة الكثير من الأطفال. وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار سوء التغذية في اليمن سيزيد من ارتفاع معدل الوفيات، منوهة إلى أن شمال اليمن لم يشهد حملة تطعيم للكوليرا، مما يزيد من صعوبة مواجهة الوباء خصوصا في ظل استمرار الحرب وفقدان الأمن الغذائي وتدهور الأوضاع الصحية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الموجة القادمة من الكوليرا في ظل تدهور الأوضاع الصحية، وتأثيرات الحرب على انتشار الوباء في الحديدة. قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن المؤشرات تشير إلى موجة ثالثة من الكوليرا قد تنتشر في اليمن إذا لم تتيح الفرصة للمنظمات الصحية بتطعيم السكان المدنيين من الكوليرا، وخصوصا في مدينة الحديدة التي يحتاج فيها أكثر من نصف مليون شخص للتطعيم. ويأتي الحديث عن موجة جديدة من الكوليرا بعد أن شهد اليمن وصول حالات الإصابة بالوباء في العام الماضي إلى مليون حالة. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. موجة ثالثة من الكوليرا في اليمن ربما تعصف بما تبقى من يمنيين غرقى في بحر الجوع والفقر، وتبدو المأساة فاجعة في كونهم لا يمتلكون القدر الكافي من التغذية لمواجهة الكوليرا ومخاطرها. كانت اليمن قد شهدت موجتين كبيرتين في السنوات الأخيرة، ووفق منظمة الصحة العالمية فإن اليمن على شفا تفشي جديد للكوليرا نتيجة الحرب المستمرة وتعقد سبل وصول الإمدادات الغذائية، فضلاً عن انتشار سوء التغذية الذي قد يتسبب في زيادة معدل الوفيات. الموجة الجديدة من الكوليرا أكثر خطورة، فشمال اليمن بحسب تقرير المنظمة الدولية لم يشهد بعد حملة تطعيم للكوليرا، ويفيد مسؤولون في الصحة العالمية بظهور حالات جديدة في الحديدة، وهي المدينة التي تعاني من سيطرة ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى الحصار المفروض عليها من الشرعية والتحالف بهدف تحريرها. بوصف أطباء فإن الكوليرا من الأمراض التي قد تودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلقى العلاج في وقته، وتؤكد تقارير دولية أن انتشار الوباء في اليمن بدأ منذ أواخر سبتمبر 2016 وتسبب في وفاة العديد من المواطنين لا سيما الأطفال. تبدو اليمن بيئة خصبة لانتشار وباء الكوليرا خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، حيث يفتك المرض بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وفيما يبدو فإن عدم حسم الصراع حول الحديدة عسكريا أو سياسيا سيجعلها فريسة سهلة لوباء الكوليرا، خصوصا وأن المواطنين هناك بلا حول من موارد مادية تمكنهم من محاربة الوباء، ولا قوة من دولة تنقذهم من مخاطره. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز. مساء الخير دكتور. مساء النور لك وللسادة المشاهدين. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. من جديد منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية تحذر من موجة قادمة لمرض الكوليرا، هل فعلا هناك خطر يهدد اليمنيين باجتياح مرض الكوليرا من جديد؟ نعم، طالما والحرب هذه مستمرة يظل الخطر داهم ويظل الخطر قائم. طالما هذه الحرب لم تقف وهذا الحصار المطبق على العديد من المحافظات، وطالما معززات الصحة من مياه وصرف صحي لا زالت حتى الآن لم تتعافى، سيظل هذا الخطر قائم. وهناك بدأت بعض الحالات تظهر وفي مدينة تعز بالرغم التحسن الطفيف في القطاع الصحي من العام الماضي 2017 قد تحسن قليلا، لأن حالات الكوليرا والإسهالات المائية الحادة بدأت بالارتفاع وبدأت بالظهور وظهور حالات وفيات أيضا. نعم، ألا يبدو يعني ظهور مثل هذه الحالات منطقيا، أم هناك فعلا خطر كما تقول منظمة الصحة العالمية سيجتاح ملايين اليمنيين؟ هو بما تعيشه البلد يبدو منطقيا من الناحية الحسابية المنطقية البحتة، لكن من الناحية الأخلاقية يجب أن لا يحدث هذا.
ولا نقول منطقيا أنه يجب أن يكون هناك تفشي من هذا النوع، لكن أنا أقول أن اليمن من البلدان المستوطن فيها الإسهالات المائية الحادة ومرض الكوليرا، واليمن تسجل في الأوضاع الطبيعية، أقصد ما قبل حرب ربيع 2015 ما قبل الانقلاب، اليمن تسجل 450 ألف حالة إسهال مائي حاد من بينها حالة الكوليرا. فالمرض مستوطن أصلا في بلدان كاليمن وأفغانستان ومصر والسودان، وهذه البلدان التي نسميها مجموعة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تنتمي إليها اليمن في المجموعة الصحية فيما يخص تصنيف منظمة الصحة العالمية. لكن ليس من المنطق أن ترتفع عدد هذه الحالات لتصبح بالآلاف. فالفرق الآن ما بين الأوضاع الطبيعية ما قبل الحرب والآن أن هناك انهيار للمنظومة الصحية ومعززات الصحة، وهناك سوء تغذية، وهناك أيضا اختلاط في المخلفات البشرية مع الأغذية الغير مراقبة ومع مياه الشرب وانقطاع مياه الشرب النظيفة. هذا هو الاختلاف، لكن ليس من المنطقي أن تصل عدد الحالات إلى عشرات الآلاف. وأنا أعتقد أن الجائحة التي حصلت العام الماضي لن تعد بتلك الشدة. صحيح الآن هناك حالات في تعز وصلت إلى ما يقرب 7000 حالة، وأكثر من يعني أكثر من 16 حالة مؤكدة أنها حالة كوليرا وثلاث وفيات، لكن تلك الجائحة لن تعد بتلك القوة. ولكن التحذير الصادر من منظمة الصحة العالمية هو تحذير صحيح، يجب أن تنتبه وتتحسب لها هذه المنظمات وكذلك السلطات المحلية ووزارة الصحة. نعم، طيب ابقى معي دكتور عبد الرحيم ونشرك معنا في الحديث وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرقيب الحيدري. مساء الخير دكتور. مساء النور. مرحبا دكتور. أمام تحذيرات المنظمات الدولية باجتياح مرض الكوليرا لليمن لمرات مقبلة، يعني استعداداتكم بوزارة الصحة، اطلاعكم على هذا الملف، ضعنا بصورة أوضح. أهلا أخي بشير، وشكرا لقناة بلقيس على الاهتمام في الجانب الصحي. مرحبا. لا شك أن هناك بعض الحالات ظهرت في الضالع وإبو الفريدة ولاحقا، لكن الوضع تحت السيطرة، لا يستدعي القلق. هناك جهود تبذل من الوزارة لاحتوائه. الوزارة في وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية يتواجد في عدن، وطاقم الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع مكتب منظمة الصحة العالمية واليونيسف بالحديدة. قامت الوزارة بإرسال أدوية ومستلزمات طبية للحديدة. إن شاء الله الوضع لا يدعو إلى القلق، وهناك أيضا استعداد تام لمواجهة هذه الجائحة. نعم. بخصوص كنت تريد بخصوص الكوليرا في الحديدة، إذا ظهرت في مناطق الحديدة وأماكن سلطة الميليشيات، إحنا في وزارة الصحة حملنا السلطات الإنقلابية مسؤولية أي انتكاسة في هذه، كونهم أنهم رفضوا حملة لقاح الكوليرا في مارس الماضي، ولكن في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية قامت الوزارة بإعطاء اللقاحات لكثير من المحافظات، لكن الميليشيات رفضت السماح للوزارة ولشركائها لتقديم اللقاحات التي قد تساعد في منع جائحة. نعم، المنظمات الدولية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وربما هي المقرات الرئيسية لهذه المنظمات دكتور عبد الرقيب، يعني استعداداتها عملها من أجل عدم حدوث كارثة في اليمن. نحن على تواصل مع المنظمات الدولية وخاصة التي تعمل في مناطق سيطرة الانقلاب، والانقلابيين يسمحون لها في التحرك ويسهلون لها عملها. أيضا نحن نطلب من منظمة الأمم المتحدة الضغط على الميليشيات القبول بعمل حملة اللقاحات الكوليرا والبكتيريا والحصبة والسماح بوصول هذه اللقاحات لأماكن سيطرتها. نحن أيضا على تواصل مع كثير من المنظمات للضغط وأيضا لتقديم ما يمكن تقديمه لمنع هذه الجائحة من العودة ورسم انتكاسة قادمة لا قدر الله. نعم دكتور، يعني
لا أخفيك أن الكثير يقول بأن المنظمات الدولية اتخذت من هذه الأمراض شماعة من أجل تجميع الأموال ومن أجل يعني استمرارية دعم هذه المنظمات، وليس الخطر بتلك الصورة التي يصورونها ويتحدثون عنها. للأسف ظهرت كثير من المنظمات التي كانت تدعي الحيادية والشفافية والعمل الإنساني، وأصبحت تمارس جزء من العمل السياسي الذي يخدم الميليشيات الانقلابية. أيضا وجدتها مصدر للثراء والاسترزاق، وخاصة يوم أن وجدت مركز الملك سلمان، وأيضا وجدت السلطات تسارع وتقدم التسهيلات وأيضا تساهم في تخفيف أي أوجاع. هذا أيضا نحن طالبنا أيضا من مركز الملك سلمان اختيار المنظمات والإشراف عليها وممارسة دور الرقيب حتى لا تكون هذه المنظمات مصدر ابتزاز. نعم، طيب أعود للدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور عبد الرحيم، أنت أيضا تعمل بهذا الجانب وعلى وجه التحديد في تعز، هل فعلا هناك تلاعب من قبل هذه المنظمات وتحاول تضخيم الأمور من أجل استمرار دعمها وعدم إيصال هذه المبالغ لمستحقيها فعلا وتغطية ما يعلنون عن من كوارث وأمراض يصاب بها اليمنيون؟ هناك تلاعب كبير، ونحن في محافظة تعز ومكتب الصحة لم نسكت على ذلك، بل أن هذه المنظمات تجمع الأموال وبعضها ترمي بهذه الأموال إلى حضن الميليشيات، ووصلت الوقاحة بهذه الميليشيات أنها تنفذ برامج ومشاريع في المديريات المحررة. لك أن تتصور أن 16 مديرية محررة داخل محافظة تعز لا زالت الميليشيات الانقلابية تنفذ برامج ومشاريع ممولة من هذه المنظمات، وللأسف الشديد منظمات تابعة للأمم المتحدة. هذا عيب كبير، والعيب لا يقع على هذه المنظمات فقط، ولكن يقع أيضا على السلطة الشرعية. كيف تسمح لهذه المنظمات أن ترمي بهذه الأموال التي جمعت باسم الشعب اليمني، أن ترمي بها في أحضان هذه الميليشيات وتنفذ فيها مشاريع؟ على سبيل المثال، أنا أقول ولأول مرة أنه في الأيام القليلة الماضية عندما وجدت هذه الميليشيات نفسها أمام أمر واقع، قامت بإرسال 68 ألف لقاح يخص مرض الدفتيريا، وهو ينتهي في شهر أكتوبر القادم، واستعدادا لتنفيذ دولة ثالثة من التلقيح بعد 6 أشهر. تصور 68,800 لقاح ترسله إلى محافظة تعز ينتهي في شهر أكتوبر، والدولة ستنفذ بعد 6 أشهر. طبعا رفضنا نحن استقبال هذه اللقاحات وأعدناها من حيث أتت من نفس الطريق. هذه اللقاحات التي ظلينا لمدة 3 سنوات نطالب بها وننادي والنداء تلو النداء والاستغاثة تلو الاستغاثة، ولكن كانت هذه الميليشيات تحتجزها. من أين أتت بهذه اللقاحات؟ أتت بها من هذه المنظمات. أقول أن تحرير الأرض لابد أن يتبعها تحرير الإدارة. لا يمكن نعم. أن نسكت أن المكاتب التنفيذية التي في المناطق المحررة لا زالت تدار من قبل الميليشيات وبدعم من هذه المنظمات التي تهدي لها البرامج تلو البرامج، سواء في قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى، لكن أنا ما يهمني هو قطاع الصحة. يعني على سبيل المثال، الحملة الوطنية القادمة لإشالة الأطفال من 6 حتى 8 أغسطس، أنا أقول لك أن مكتب الصحة ليس عليه أي مسؤولية من مأمونية أي لقاح يعطى لأطفال تعز، وإنما ستعطى هذه اللقاحات عبر وكلاء لهذه الميليشيات. وللأسف الشديد هناك في السلطة المحلية من يدعم هذا التوجه، بل أنهم عيون مشرفين. هناك مسؤولين في السلطة المحلية عيون مشرفين في هذه المديريات لإعطاء لقاح شلل الأطفال في الحملة الوطنية القادمة في 6 إلى 8 أغسطس. هذا أنا أقول في المناطق المحررة، في المديريات المحررة 16. لكن ألا 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 تعتقد أنها دكتور عبد الرحيم، لا تعتقد أنها أيضا يعني شيء إيجابي أن يتم حتى التواصل من أجل إنقاذ الناس ما دام فيها خير للناس، لماذا لا؟ لا بأس، نحن قبلنا كل هذا التواصل، نحن قبلنا في التواصل مع كل من الصحة فصلناها تماما عن السياسة. نحن نقول أن المهمة الأولى لقطاع الصحة هو إنقاذ النفس البشرية مهما كان مصدر هذا الإنقاذ، لكن أن يصل الأمر إلى أنك تنفذ ربع مشروع بقيمة مشروع كامل، هذه لا تختلف تماما عن الرصاصة التي تقتل طفلا وتترك طفلا آخر. صحيح صحيح.
نعم. طيب اعود للدكتور عبد الرقيب الحيدري وكيل وزاره الصحه. دكتور عبد الرقيب، الى متى سيستمر هذا التلاعب وهذه يعني الاستغلال لكل المواد الصحيه والاغاثيه التي تصل للمحتاجين في هذه المناطق، ويتم كما يقول الدكتور عبد الرحيم اذا كان هناك جرعه لسته اشهر يعني ينفذون لشهر واحد فقط ومن ثم يصادرون البقيه؟ دعني أحيي الدكتور عبد الرحيم السامعي على جهوده الكبيرة في محافظة تعز وعلى النفس الثوري والذي يدعو أيضا إلى أن تكون الوزارة وأن تكون السلطة الشرعية متماسكة وينتقد أي تلاعب قد يؤدي إلى خدمة الميليشيات. أنا أدعو الدكتور عبد الرحيم السامعي أن يلتقي بالمحافظ وأن يطرح له إذا كان هناك أيادي تتعامل مع الميليشيات وتمارس نوع من الفساد أن يجلس مع المحافظ وأن يقدم له صورة أوضح أو أن يرفع لنا في الوزارة أو أن يخرج إلى الرأي العام ويسميهم أيضا بمسمياتهم. نحن أيضا في وزارة الصحة التقينا مع منظمة الهجرة الدولية، التقينا مع منظمة الصحة العالمية. لا أخفيك أيضا أن هذه اللقاحات التي وصلت اليمن هي بجهود معالي وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم والدكتور عبد الرحمن في لقائهم في جنيف مع في مؤتمر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والتقوا أيضا بالمنظمة التي ساهمت في تقديم اللقاحات وأعفونا عن مبالغ كانت متراكمة لسنوات سابقة. هذه الجهود هي بجهود قيادات الشرعية، ونحن ايضا نتواصل مع الخارجيه للضغط على المنظمات وايضا مع التحالف، وكان هناك ايضا اصوات للخارجيه واصوات ايضا للتحالف ولمجلس التعاون الخليجي بالضغط على الامين العام المتحده لان تكون مقر المنظمات في عدن وعدم التعامل مع الميليشيات بالصوره المفجئه والتي اصبحت بعض المنظمات للاسف ايادي تقدم النفع والخدمة للميليشيات، وهذا المعيب في حق المنظمات. نعم. خلال الفترة الماضية دكتور عبد الرقيب وأنتم في وزارة الصحة يعني في الجهات الشرعية بشكل عام لم تستطيعوا أن تصلوا إلى أي يعني آلية للتعامل مع هذه المنظمات بأن تذهب إلى مناطق الشرعية وعدم التعامل مع هذه الميليشيا، يعني هل عجزتم على إقناعهم؟ نعم، ليس بالشكل هذا. هناك منظمات اليوم تتواجد في المناطق الشرعية وهناك مكاتب لها في العاصمة المؤقتة عدن. هناك أيضا منظمات تدعي أن المناطق بعض المناطق التي في السلطة الشرعية غير آمنة وتتحقق بهذا الأمر، ومع ذلك نحن لدينا حليف استراتيجي ومانح كبير كمركز الملك سلمان ومكتب التنسيق لمجلس دول التعاون الخليجي، وللأسف يا أخي الكريم أن تلك المنظمات العاملة في المناطق الشرعية والمناطق التي تحت سلطة الانقلاب معظم الدعم يأتي من مركز الملك سلمان، وكان يفترض على مركز الملك سلمان وداعيناه أن يمارس دور الرقيب وأن يمارس دور إشرافي وأن يحد من المنظمات التي تتلاعب وتجاوزت أو ابتعدت عن العمل الإنساني ولم تلتزم الشفافية. وإن شاء الله المركز وهناك استجابة أيضا وهناك ضغط كبير، وأنت تعرف المنظمات بحاجة إلى أخذ عطاء لأنه بالأخير هم مانحين وأيضا هم مساهمين في كثير من الأمور التي تخدم بلدنا، ولذلك نحن حريصين على إبقاء العلاقة معهم. نعم. طيب دكتور عبد الرحيم، إذن الدكتور عبد الرقيب ذكر نقاط مهمة، يعني لماذا لا تلتقوا بمحافظ المحافظة وتضعونه أمام الصورة الكاملة لما يحدث من تلاعب أو فساد في من تقوم بتنفيذ مشاريع إغاثية في تعز في المديريات المحررة على وجه التحديد؟ نحن اولا تصرفنا كقياده صحيه مسؤوله عن القطاع الصحي، وما هو على الاخ المحافظ عرضنا عليه اكثر من مره. يعني انا اقول انه خلال الشهر الماضي قمنا بايقاف احدى المنظمات التي تلاعبت بالبيانات وقاعده البيانات الخاصه باطفال تعز، واستجاب لنا مشكورا برنامج الاغذيه العالمي بسحب هذه المنظمه و إيقافها عن العمل وإرسال منظمتين بديلتين في المديريات التي كانت تعمل بها. نحن عندما نقدم المعلومات نقدم معلومات مؤشرة بالأرقام ولا نجازف،
عندما تقدمنا لمنظمة الأغذية العالمية بأن هذا البرنامج ينفذ عن طريق هذه المنظمة بطريقة خاطئة وبمعلومات مفبركة من الميدان، قاموا بسحب هذه المنظمة مباشرة. لكن ما يخص المشاكل الأخرى المتعلقة إداريا بالمكاتب التنفيذية والميليشيات المتواجدة في الحوبان، عرضنا هذا على داخل المحافظة أكثر من مرة وعدنا بحلول، لكن وجدنا في الحملة الوطنية مؤخرا أنها أتت عن طريق مكتب الميليشيات وعن طريق موظفين خارج القطاع الصحي وليسوا مخولين حتى من مكتب الصحة والسكان. نعم. سنعرض مرة أخرى، أبلغت المحافظ البارحة وقال بأنه سيعمل خلال الأيام القادمة على حل هذه الإشكالات. نتمنى. نعم. ذلك. طيب دكتور عبد الرحيم، تقييمك لدور وزارة الصحة وما تقوم به من إشراف مباشر على هذه الحملات وعلى هذه المواد الإغاثية والطبية في المحافظات المحررة، كيف؟ أنا أقول أن طاقم وزارة الصحة المتواجد في عدن طاقم رائع يتحمل جهود أعباء كثيرة جدا، وأنا على اتصال مباشر بهذا الطاقم بقيادة وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، طبعا بإشراف مباشر وقيادة من معالي وزير الصحة الدكتور ناصر محسن بعوم. هذا الطاقم يتحمل أكثر من طاقته نتيجة لأن كل الإمكانيات كما ذكرت هي نسخة مكبرة من النسخة المصغرة لما تعانيه فعل، كما تحدثت فيما يخص فعل أيضا هذا ينطبق على وزارة الصحة. المقدرات التي تجمعها المنظمات تأتي إلى مكاتبها الرئيسية في صنعاء ثم بعد ذلك تفيض بها على بقية المحافظات ومنها العاصمة المؤقتة عدن بما فيها وزارة الصحة. وضعوا وزارة الصحة الشرعية في فوهة المدفع، جميع المشاكل الصحية تتحملها الشرعية بصفتها مسؤولة عن الشعب اليمني بالكامل، لكن للأسف الشديد هناك كثير من المقدرات خارج سلطة الوزارة، والفريق في عدن هذا الفريق الرائع المجاهد يتحمل أعباء كثيرة ويتحمل الصدمات ويتحمل النقد أحيانا قد يصل إلى النقد الجارح، لكن سنقف مع حكومتنا الشرعية، سنقف مع وزارتنا، سنقف مع فريق وزارة الصحة الشرعية في عدن حتى النهاية، وسنكافح نحن من مواقعنا في مكاتب الصحة في المحافظات، ولن نسمح بعد الآن لمكاتب الصحة المستنسخة التي تديرها الميليشيات أن تدير بعض البرامج داخل مديرية المحررة حتى وإن عدنا لرفع شعار التحرير الإداري. نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، وعودة أخيرة للدكتور عبد الرقيب الحيدري. دكتور عبد الرقيب، إذا أمام كل هذه الاختلالات هل ستشهد تغيرا جذريا من قبل وزارة الصحة في إعادة وتصحيح كل الاختلالات التي حدثت في المرات السابقة والماضية؟ لا شك أخي الكريم أن وزارة الصحة والحكومة بشكل عام كل يوم تعمل قدر الإمكان على تحسين العمل وعلى أيضا تقديم الخدمات بشكل لائق، ومع ذلك هناك تحديات، هناك صعوبات لا تخفى على أحد، ومع ذلك وزارة الصحة أيضا تسعى قدر الإمكان أن يكون عملها مهني وإنساني أكثر من العمل أنه سياسي، ولذلك تجد اليوم وزارة الصحة الذين تواصل مع مكاتب الصحة حتى في المناطق التي تخضع لسلطة الانقلاب، هناك أيضا إسهامات، هناك تقديم مساعدات، هناك أدوية، هناك مراكز الغسيل الكلوي، هناك أيضا كثير من المراكز التي بحاجة إلى مساعدات، تعمل وزارة الصحة مع هؤلاء لتقديم الكثير من المساعدات وأيضا إيصالها عبر المنظمات الدولية لتخفيف المعاناة من السكان التي تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. أما في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية هناك تحسن كبير في الوضع الصحي، هناك اليوم تعافي كبير، كل سنة يتحسن أفضل، وإن شاء الله نتجاوز التحديات والصعوبات وإن شاء الله يكون القادم أفضل بإذن الله. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرقيب الحيدري، كنت معنا من الرياض. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.